تندرج هذه الزيارة من أجل الانطلاق في عملية إعادة تأهيل وإعادة ترميم وحدات من المستشفى. يعني هي عملية تمر على مرحلتين، المرحلة الأولى هي إعادة تأهيل الاستعجالات الطبية الجراحية والبلاطو تكنيك، المصالح التقنية لابوراتوار والراديو، والمرحلة الثانية راح تكون إعادة تأهيل المصالح الاستشفائية في مرحلة متقدمة. وهذه العملية راح تكون تعود يعني بالأثر الطيب وبال يعني بصورة حسنة لمرتفقي المؤسسة ومستعملي او لي باسيون بصفه عامه اللي راحين يقصدوا لهذا المستشفى. هذه العمليه التكلفه تاعها الاوليه تاع البلاطو تكنيك وليزورجونس 8 مليون دينار، 80 مليون دينار، يعني 8 مليار سنتيم. والعمليه الثانيه اللي راح تمس الوحدات او لي سيرفيس الوحدات الاستشفائيه راح تكون 75 مليون دينار، يعني 7 ملاير ونص.